بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. احنا خدنا المرة اللي فاتت أنواع الميموري، فهمنا إن الميموري عندنا 3 أنواع: فولاتايل ونون فولاتايل وهايبرد. واتكلمنا المرة اللي فاتت على أنواع الفولاتايل اللي هي بالنسبة لنا الرام، وقلنا إن هي بتنقسم لنوعين: الإس رام والدي رام، وعرفنا كل نوع منهم بيتكون من إيه، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين وبنستخدم ده إمتى وبنستخدم ده إمتى. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بالنوعين التانيين اللي هما النون فولاتايل والهايبرد. اول حاجه بالنسبه لنا النون فولاتايل. النون فولاتايل هي الروم، يبقى الفولاتايل بالنسبه لنا هي الرام اللي هي ريد اند رايت ميموري، والنون فولاتايل هي الروم ريد اونلي ميموري. يبقى روم دي اختصار لايه؟ روم دي اختصار لريد اونلي ميموري. ناخد بالنا من كام ملاحظه مهمه بخصوص الروم. اول حاجه طبعا ان هي ريد اونلي ميموري. ريد اونلي ميموري بالنسبه لمين هنشوف كمان شويه، ولكن الروم هي البروجرام ميموري. يعني ايه بروجرام ميموري؟ يعني الميموري اللي بيبقى موجود عليها الكود، هي دي الميموري اللي بتشيل الكود بتاعي اللي هو بيتنفذ انستراكشن ثم الانستراكشن اللي تليها، باستخدام ان البروجرام كاونتر طبعا بيزيد والبروسيسور بيعمل كل انستراكشن فيتش وديكود واكسكيوت زي ما خدنا المره اللي فاتت في الانستراكشن لايف سايكل. حاجة مهمة برضو ان الداتا اكسس للروم، الاكسس تايم يعني بتاع الروم، بيبقى ابطأ من الاكسس تايم بتاع الرام. يعني الاكسس تايم اكبر في الروم. ليه؟ هنشوف كمان شوية، هنشوف التركيب اللي الروم بتتركب منه وكل بتاية بالنسبة لنا بتمثل ايه، عشان كده الاكسس تايم بيبقى اكبر وبالتالي هي بتبقى ابطأ من الرام. طيب عشان نفهم هي ليه ابطأ، هنشوف الروم دي بيزد اون ايه في التصنيع بتاع الروم. هي based on حاجة اسمها floating gate MOSFET. ايه بقى الفلوتنج جيت MOSFET؟ اول حاجة المOSFET العادي بالنسبة لنا بيبقى بيتكون من drain و source. خلي ده مثلا ال source وده كده ال drain ودي كده الجيت بتاعتنا، ده كده المOSFET العادي. ولكن احنا هنتكلم عن الفلوتنج جيت موسفيت، هو نوع اخر من انواع الموسفيت. هو مبدئيا الموسفيت مش بيبقى 3 تيرمينال، مش بيبقى التيرمينالز بتاعته يعني جيت وسورس ودرين بس، هو بيبقى 4 تيرمينال، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي، ده كلام في الاي سي والالكترونكس بقى مالناش دعوه بيه دلوقتي. خلينا دلوقتي نركز ايه هو الفلوتنج جيت موسفيت. الفلوتنج جيت موسفيت هو عباره عن ان احنا بيبقى عندنا موسفيت عادي اهوت، ولكن هيبقى عندنا هنا كده ايزوليتور مادة عازلة SiO2، وفوق المادة العازلة دي هيبقى موجود عندنا حاجة اسمها الفلوتنج جيت، وفوق الفلوتنج جيت دي برضو مادة عازلة تانية، وفوق المادة العازلة عندنا حاجة اسمها الكنترول جيت. طيب يبقى إذا الفلوتنج جيت اسمها فلوتنج جيت ليه؟ لأن هي ما بين المادتين العازلتين، هي طايرة ما بين الاتنين كده. الفلوتنج جيت دي بقى هي دي القيمة اللي جواها، الشحنة اللي هي جواها هي دي اللي هتمثل لي أو اللي هتمثل بالنسبة لي قيمة البتاية. احنا طبعا عارفين إن البتاية إما إن هي زيرو أو إن هي واحد، وبالتالي إزاي بقى الشحنة اللي جوا دي هتمثل لي قيمة بتاية؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. أول حاجة احنا هنطبق على الكنترول جيت دي هاي فولتج، وبالتالي أول ما هنطبق هاي فولتج على الكنترول جيت الشحنات هتكسر اول منطقه عازله اللي هي اللي فوق دي، وهتعدي للفلوتنج جيت، فهيصبح الفلوتنج جيت بالنسبه لنا شحنه ايه؟ شحنه سالبه. كده الفلوتنج جيت اصبح فيها شحنه سالبه. الستيت دي احنا بنسميها البروجرامنج ستيت. بروجرامنج ستيت يعني كده اصبحت البتايه بتاعتنا حصل لها برمجه ان هو احنا دخلنا احنا حطينا فيها شحنه. خلي بالنا برضو ان الشحنه السالبه دي بتمثل عندنا قيمه البتايه رقم 0 مش واحد، يبقى احنا هنحط فيها شحنه اذا احنا هنمثل البتايه دي بزيرو. طيب الستيت الثانيه هي ايه؟ الستيت الثانيه هي الايدل ستيت، الستيت العاديه يعني بيسموها الايريزنج ستيت. الايريزنج ستيت هي دي قيمه ان الشحنه ما تبقاش موجودة، يعني بالنسبة لنا بتمثل لنا البتاية شايلة ايه؟ شايلة واحد. طيب
نكمل كلامنا في اللي بدأناه، ان احنا خلاص طبقنا هاي فولتج. فالكنترول جيت اول حاجه الهاي فولتج كسر الجزء الاولاني ده اللي هو الايزوليتور الاولاني ده، وعدت الشحنه للفلوتنج جيت. طيب الشحنه اللي عدت للفلوتنج جيت دي هتتحبس في الفلوتنج جيت ما بين العازلين، هتفضل محبوسه بقيه حياتها، عشان كده بنسميها نان فولاتايل. حتى لو شلنا الباور الشحنه دي هتفضل موجوده. هتخرج امتى الشحنه دي؟ الشحنه دي هتخرج المفروض طبعا الدرين في البدايه هيبقى متوصل بالجراوند، انما بقى لو طبقنا عليه هاي فولتج شحنه موجبه هيصبح الدرين بالنسبه لنا ايه دلوقتي؟ هيصبح الدرين بالنسبه لنا دلوقتي موجب، وبالتالي الشحنه السالبه اللي موجوده هنا هتكسر العازل الثاني وتعدي للموجب، لان الموجب والسالب هيتجاذب، وبالتالي الشحنه اللي موجوده في الفلوتنج جيت هتخرج امتى؟ هتخرج لما نطبق هاي فولتج على الدرين ويصبح موجب، فالشحنات السالبه هتنجذب ليه وتنزل له، فيصبح ان احنا دلوقتي هنرجع تاني للايدل ستيت بتاعتنا اللي هي الريزنج ستيت، ان البتايه دي قيمتها بواحد. نلخص الكلام اللي احنا قلناه، ان احنا عندنا ان الشحنه حاجتين، اما ان هي سالبه او ان هي موجبه. طبعا الشحنه دي اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الفلوتنج جيت. لو هي سالبه يبقى هي كده بتمثل لنا ايه؟ بتمثل لنا الزيرو. لو هي موجبه يبقى هي كده بتمثل لنا ايه؟ بتمثل لنا الواحد. لو هي سالبه دي كده بنسميها البروجرامنج ستيت، ولو هي موجبه بنسميها الريزنج ستيت. طيب حد عنده سؤال في الجزئيه اللي احنا قلناها حتى الان؟ طيب جميل جدا. مما سبق احنا عندنا الروم هي ريد اونلي ميموري. اهم حاجه احنا عايزين نقولها واهم ملحوظه انت لازم تطلع بيها من المحاضره بتاعت النهارده، ان الروم هي ريد اونلي ميموري بالنسبه للبروسيسور. لازم تفهم ان الروم هي ريد اونلي، ولكن بالنسبه لمين؟ للبروسيسور. البروسيسور هو اللي ما يقدرش يكتب عليها حاجه. ليه؟ لان طبعا البديهي لما اقول لك ان الروم ريد اونلي واقول لك ان الروم هي البروجرام ميموري هتقول لي امال مين اللي كتب عليها البروجرام، مين اللي كتب عليها اصلا الكود لما هي ريد اونلي. هقول لك انها ريد اونلي بالنسبه للمايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور بتاعنا زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت هو اللي جواه ايه، هو جزء موجود من الكمبيوتنج سيستم او من اي كمبيوتنج سيستم، هو ده اللي بيعمل ايه، هو ده اللي بيعمل الانستراكشن لايف سايكل. الجزء ده هو الحاجه الوحيده اللي يقدر يعملها بالنسبه للروم ان هو يقرا منها بس، هي ريد اونلي بالنسبه له، انما هو ما يقدرش يطبق عليها الهاي فولتج اللي هيكسر المنطقه العازله دي. طيب امال مين بقى اللي بيطبق عليها الهاي فولتج اللي بيكسر المنطقه العازله دي؟ دي حاجه بيسموها بيرنر او فلاشر او فلاش درايفر، هي دي الحاجه اللي هتقدر ان هي تكسر الهاي فولتج، وبالتالي نقدر نكتب الكود على الروم بتاعتنا. طيب اسئله في الموضوع ده؟ طيب جميل جدا. مما سبق احنا تخيلنا ان الروم عباره عن رام، اكنها يعني رام بلس باتري. احنا لو حطينا مع الرام بطاريه بحيث ان هي ما تفصلش هتبقى بتمثل لنا روم. طبعا هي مش هتمثل لنا روم ولا حاجه، احنا لو حطينا مع الرام باتري هتبقى نوع تاني في انواع الهايبريد هناخده كمان شويه، ولكن يعني الفانكشناليتي بتاعتها هتمثل الروم لان هي نون فولاتايل، بنحس ان هي نون فولاتايل يعني. طب احنا بقى عايزين نعرف الروم دي انواعها ايه. الروم عندنا في الاساس ثلاث انواع، حاجه اسمها الماسك بروجرامبل روم، وحاجه اسمها البي روم، وحاجه اسمها الاي بي روم. ايه بقى الثلاث حاجات دي؟ تعال ناخد اول حاجه وهي الماسك بروجرامبل روم. الماسك بروجرامبل روم دي هي روم انا حطيت عليها كود، ولكن اول ما حطيت عليها الكود مفيش فرصه انك تصلح الباج. يعني اي باج، طبعا كلمه باج يعني خطا موجود في الكود، الباج دي يعني حاجه انا بكتشفها اثناء الران تايم. فانا دلوقتي لما باجي اشغل البروجرام بتاعي اكتشف ان البروجرام بياكت از الحاجه اللي انا ما كنتش متخيله ان هو هيعملها، يعني هو بيعمل حاجه
انا ما كنتش متخيل ان هو هيعمل فعلا، انا كنت متخيله هيعمل بيهيفيور تاني مثلا، هو عمل حاجه تانيه، وبالتالي ده كده اسمها بجايه من الاخر يعني. تمام. طيب البج دي انا هكتشفها امتى؟ في حاله الماسك بروجرامبل روم، هكتشفها في حاله ان انا بشغل اول ما احرق الكود على الروم واشغلها. هل في فرصه ان انا احرق كود تاني على الروم؟ لا، مفيش اي فرصه ان انت تحرق الكود تاني. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الكود اللي بينزل على الروم ده مفيش اي طريقه في العالم تخليه يتمسح من عليها تاني وترجع زي حالتها الاصليه. تمام. اذا وانس ان انا حطيت عليها كود ما اقدرش اشيله. هكتشف الخطا امتى؟ هكتشف الخطا في الران تايم. وعشان كده الروم دي رخيصه. الروم دي مثلا بنستخدمها في لعب الاطفال. اختصارا للكلام اللي احنا قلناه، هنسمي الروم دي او تي بي. او تي بي يعني ايه؟ يعني وان تايم بروجرام، هو البرنامج هيشتغل مره واحده بس. طيب الاو تي بي الماسك بروجرامبل روم اللي هي او تي بي دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في مثلا اكزامبلز عليها لعب الاطفال، اللعب اللي هي الرخيصه دي اللي هي المفروض ان انا مثلا انا كمصنع، يبقى الحاجات دي اللي هيستخدمها المصانع. انا كمصنع بصنع لعب اطفال، لعب الاطفال اللي انا بصنعها دي انا من الاخر انا عارف الكود وعارف ان الكود شغال وكل حاجه تمام، وبالتالي انا هنزل الكود على الروم بتاعتي مره واحده بس، خط الانتاج ماشي عمال احرق الكود على الروم والكود كده كده شغال، وبالتالي اي حاجه هتستخدم في المجال ده هي هتبقى ماسك بروجرامبل روم، لان هي رخيصه، انا مش محتاج احرق الكود 50,000 مره، عادي خالص ما فيهاش اي مشكله، انا محتاج احرق الكود مره واحده بس، المره الواحده بس دي انا متاكد فيها ان الكود شغال، خلاص الموضوع خلصان بالنسبه لي. طيب يبقى مين اللي بيحرق الكود في النوع بتاعنا اللي هو الماسك بروجرامبل روم؟ هي المصنع اللي بينزل الحاجه دي. ممكن برضو نقول استخدام تاني وهي البايس تشيب. طبعا البايس تشيب دي بتبقى تشيبايه كده على المذر بورد. تمام. التشيبايه دي بيبقى موجود عليها كايند اوف سوفت وير او فيرم وير يعني. السوفت وير ده بيبقى هو اللي بيبقى مرحله من ضمن المراحل بتاعه البوتينج سيكونس للبي سي بتاعك او الكمبيوتر بتاعك يعني. والمرحله دي بتستخدم السوفت وير اللي موجود على البايوس ده، والسوفت وير ده الشركه اللي بتصنع البي سي او اللابتوب هي اللي بتبقى حاطه السوفت وير بتاعها على البايوس تشيب. طبعا السوفت وير ده بيبقى مكتوب بطريقه معينه ستاندرد في كل حته، وبيبقى محطوط على البايوس تشيب دي. بايوس دي اختصار لبيزك انبوت اوتبوت سيستم. وظيفته ايه؟ حاجات تانية ما لناش علاقه بيها دلوقتي، بس هو بيتست مثلا الرام موجوده ولا لا، بيتست الحاجات اللي هي الدرايفرز الاساسيه موجوده ولا لا، وبعد كده يسلم المهمه او البوتينج سيكونس يعني الحاجه تانية بعديه، مش قصتنا دلوقتي. ولكن البايوس تشيب ده التشبايه موجوده على المذر بورد، الكود اللي موجود عليها انا مش محتاج احرقه 50,000 مره، انا مش محتاج 100,000 مره احرق في الكود وبعد كده اغيره وبعد كده احرقه تاني، لو باظت هغيرها وخلاص، يعني الموضوع خلصان. وبالتالي النوع الاول من انواع الروم هو الماسك بروجرامبل روم، ده حاجه بتنزل مره واحده بس، المصنع اللي بيصنع التشيب هو اللي بينزل الكود عليها. تعالوا نروح للنوع الثاني. النوع الثاني اسمه البي روم. بي روم يعني ايه؟ يعني بروجرامبل روم. وبرده النوع ده او تي بي، يعني وان تايم بروجرام. ولكن هو او تي بي، مين بقى اللي هينزل الكود عليه؟ اللي هينزل الكود عليه هو اليوزر. انا كيوزر انا اللي موجود معايا البي روم دي، والبي روم دي بالمناسبه هي بتبقى متكونه من مجموعه من الفيوزات، ليكن مثلا بالشكل ده. انا عندي مثلا الخليه دي كده بالنسبه لي بتمثل فيوز. الفيوز ده اما ان هو محروق او مش محروق، لما احرقه هيمثل لي زيرو، ولما اسيبه ما احرقوش هيمثل لي واحد، وبالتالي انا هقعد اكتب في الخانات دي او اكتب في الميموري بتاعتي يعني الكود بتاعي اللي هو عباره عن اصفار ووحايد في كل فيوز والفيوز اللي بعده، بحيث ان انا كده ابقى بحرق الكود على البي روم. طب بحرق الكود ازاي؟ ان انا ابقى بحرق الفيوز. طالما طبعا حطيت الكود مره مش هيتغير، لان صعب اعمل بروجرام تاني ما غير يعني. انا كده هبقى محتاج ايه بقى؟ هبقى محتاج الفيوزات اللي موجود عليها واحد احرقها، يبقى انا كده ما فيش فرصه بالنسبه لي غير ان انا اخلي ده مثلا زيرو واخلي ده مثلا زيرو وهكذا يعني، اي حاجه تانيه فيها واحد اخليها زيرو، ما فيش فرصه خلاص، ما تعرفش انت بقى تكتب بروجرام تاني على البي روم. وبالتالي دي برضو بنسميها ايه؟ بنسميها وان تايم بروجرام.
وان تايم بروجرام، يعني الهاردوير بتاع كل خانه عباره عن فيوز، الفيوز ده يا اما بيشيل 0 يا اما بيشيل 1، انا هحرق الفيوز يبقى انا هحط عليه 0، مش هحرق الفيوز يبقى هو كده بيمثل لي 1، ويبقى كده الموضوع خلصان بالنسبه لي. هل هينفع ان احنا نغير الكود تاني؟ لا مستحيل. طيب وبالتالي الروم دي بتبقى جايه لي انا كيوزر بلانك ميموري فاضيه وانت اللي بتبرمجها. انما الروم الاولانيه اللي هي الماسك بروجرام روم دي بتبقى جايه لك اصلا عليها الكود بتاعها، المصنع نفسه اللي صنعها هو اللي بيحط عليها الكود. طيب تعالى ناخد النوع اللي بعده وهو الاي بي روم. الاي بي روم اختصار لايه؟ اختصار ل اريزابل بروجرامبل روم. الاريزابل هي بتقدر انت تمسح الكود اللي اتكتب عليها قبل كده، ولكن هي هنا في الاي بي روم اريزابل باي الالترا فايولت. احنا هنسلط عليها الترا فايولت بيم، تمام؟ الالترا فايولت بيم ده هيتسلط عليها مثلا من 5 دقائق ل 30 دقيقه، نص ساعه مثلا. النص ساعه دي هي عمليه الايريزنج بتاعت الميموري، انا بمسح اللي موجود عليها باستخدام الالترا فايولت في نص ساعه. طيب الخطوات بتاعت الموضوع ده خطوات معقده جدا، ما ينفعش مثلا تمسح جزء معين، يعني مثلا لو الميموري كلها كده انا لو متقسمه سيكتورز مثلا، انا ما ينفعش امسح السيكتور ده واسيب السيكتور الثاني ما امسحوش، لا انا لازم امسح كله على بعضه. وبالتالي هي بتتمسح وبتتبرمج الاف المرات، ودي من ضمن الادفانتج بتاعتها. لو جينا مثلا نقول ادفانتج، نقول مثلا اول حاجه ان هي اريزابل، ان هي بتتمسح وتتبرمج لالاف المرات. تاني حاجه ان هي مثلا ممكن نقول ان هي بتحفظ الداتا لفترات طويله، ممكن مثلا توصل ل 10 سنين الداتا موجوده عليه، نون فولاتايل. طيب ديس ادفانتج الموضوع ده حاجه مهمه جدا، وهي ان الداتا اللي موجوده جواها ممكن تتاثر بالنويز او الراديشن. يبقى هي بتتاثر بالنويز والراديشن. يعني ايه؟ يعني اي نويز او اي راديشن هياثر لي على الداتا اللي موجوده جواها، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كوربشن، ممكن يقلب الزيرو واحد او الواحد زيرو. طيب الحل في الموضوع ده ايه؟ الحل في الموضوع ده زي الفلوبي ديسك بتاع زمان، ان احنا بيبقى عندنا الموضوع ده كده في ويندو صغيره، الويندو دي هي دي اللي انا بسلط من خلالها الالترا فايولت بس. وطبعا لو انا حاطه في مكان فيه مثلا نويز او اي راديشن والنويز دي ممكن تاثر لي عليه، فانا هغطيه كويس بحيث ان انا امنع عنه النويز. بس كده، ده كده انواع الروم او النون فولاتايل ميموري. طيب حد عنده اي اسئله؟ شوف الناس اللي بتحاول تدخل. طيب فادي اتفضل. فادي انت رافع ايدك، اتفضل. الفرق بين الماسك بروجرامبل روم والبي روم هي ان الماسك هو المصنع هو اللي بيبرمجها، انما البي روم انا كيوزر انا اللي بنزل عليها البروجرام بتاعي. بس في الحالتين انت او تي بي، في الحالتين انت وان تايم بروجرام. تمام اشرف. طب انا دلوقتي لازم احط الكود على البي روم دي مثلا اللي انا عامله لازم يكون صح، فانا هتست ان هو صح ازاي في ما انت الكومبايلر بقى انت مثلا ولا كمصنع، انت ايه؟ كراجل دلوقتي صاحب مصنع مثلا، عايز تست الكود بتاعك صح ولا لا، انت هتنزله الاول مثلا على فلاش، ممكن تبرمجها اكتر من مره، وبالتالي هنشوف الاول قدام شويه في الهايبريد ايه من ضمن انواعها الفلاش، وهنشوف ان هي عندها انديورنس او رايت اريز بالاف المرات، وبالتالي انت هتجرب الموضوع ده في حته تانية. بس انا دلوقتي هروح كل لعبه اطفال مثلا انا باعتها او منزلها السوق هحط فيها فلاش؟ لا طبعا، لان هي غاليه جدا. تمام تمام مظبوط. تمام. طيب ده كده اول نوع، دي كده انواع الروم او تاني نوع من انواع الميموري اللي هي النون فولاتايل. طيب ندخل بقى في تالت نوع وهو الهايبريد.
معلش بس هندسة لما تخش تلات سؤال بس. اتفضل. وانت في اول سيشن قلت اللي هو في بطء في الحركة يعني في الريت بتاع الروم بسبب اللي هو ال FGM وكده صح؟ اه هو في بطء علشان هي اصلا علشان تطبق عليها هاي فولتج هي هتحتاج ان هتاخد وقت، مش هتبقى مثلا زي الرام. الرام مش محتاجه ان انت تطبق عليها هاي فولتج. تمام يعني كده الوقت الجري بيبقى بطيء صح؟ اه الروم هتبقى ابطأ. تمام. كان حضرتك اللي قلت انت المرة اللي فاتت قلت اللي هو وقت الريد دايما بيبقى اعلى من وقت الرايد اقل يعني. وقت الريد اسرع من وقت الرايت، بس ده ملوش علاقه بين الريد والرايت. انا مش بقارن دلوقتي ما بين الريد والرايت، انا دلوقتي بقارن ما بين الروم والراب. مش ما هو الروم نفسها انت بتعمل ريد ف اه انت قصدك يعني ان هيبقى في ريد كمان، يعني هيبقى في ريد من الروم برضو. الوقت بتاع الريد هيبقى ابطأ من الوقت بالظبط. بتاع الريد بالنسبه للرام. هي الروم عموما في الريد والرايت ابطأ من الرام. تمام تمام. تمام تعال نشوف بقى انواع الهايبريد. الهايبريد عندنا 3 انواع. اول حاجه عندنا الاي سكوير بي روم او الاي اي بي روم والفلاش والان في رام. واحدة واحدة بقى كده ناخد كل نوع لوحده. أول حاجة الإي سكوير بي روم، إحنا اتكلمنا قبل كده عن الإي بي روم وقلنا إن الإي بي روم هي ريزابل بروجرامبل روم. طب الإي سكوير بي روم أو الإي إي بي روم هي إيه؟ هي إلكتريكالي ريزابل بروجرامبل روم. يبقى الإي الأولانية دي بتمثل لنا الإلكتريكال. يعني إيه؟ يعني أنا بمسحها بالكهرباء. تمام. طيب في ملحوظة مهمة برضو لازم نقول عليها قبل ما نبدأ في أنواع الهايبريد، وهي ان الهايبريد عموما جميع الانواع بتاخد الحلو من الرام على الحلو من الروم. الحلو من الرام، الحلو من الرام ان احنا عندنا كان بي ريد اند رايت، يبقى انا اقدر اكتب واقرا انا كمايكرو بروسيسور. طيب الحلو من الروم ان هي ايه؟ ان هي نون فولاتايل، وبالتالي الهايبريد هتبقى ضامنه الميزتين دول في جميع الانواع. يعني سواء اي سكوير بي روم او فلاش او ان في رام، انا كده كده ريد اند رايت ونون فولاتايل. تمام. طيب نبدا بقى في كل نوع نشوف هو ريد اند رايت ونون فولاتايل ومعاها شويه ايه مميزات زياده. طيب اول حاجه الاي سكوير بي روم. الاي سكوير بي روم احنا قلنا ان هي الكتريكالي ريزابل بروجرامبل روم، وبالتالي هي بتتمسح بالكهرباء. طيب دي كده اول ميزه فيها. تاني حاجه ان احنا عندنا حاجة يعني مصطلح مهم اسمه الانديورانس. يعني ايه انديورانس؟ انديورانس يعني هي بتقدر تتحمل ريد اند اريز سايكلز قد ايه. تمام. او رايت اند اريز سايكلز قد ايه، انت بتقدر تكتب وتمسح فيها كم مرة، هو ده اللي احنا بنسميه الانديورانس. طيب الانديورانس بتاعت الاي سكوير بيروم بتبقى 100,000 مرة. انا اقدر امسح واكتب وامسح فيه الاي سكوير بي روم ل 100,000 مره، يبقى انا اقدر اعمل ابديت على القيم اللي موجوده جوه ال 100,000 مره. طب يجي بقى سؤال مهم، الاي سكوير بي روم دي الاكسس بتاعها بنأكسسها بايت بايت ولا بنأكسسها ايه؟ هنلاحظ ان الاي سكوير بي روم، هنجد ان الاي سكوير بي روم الاكسس بتاعها بايت اكسس. يعني ايه بايت اكسس؟ بايت اكسس يعني انا اقدر اعمل ابديت لكل لوكيشن على حده. انا ممكن اقدر اكتب في البايت دي نيو فاليو، بعد كده اكتب في البايت الثانيه نيو فاليو. دي هتختلف ما بينها وما بين الفلاش زي ما هنشوف كمان شويه، لان الفلاش هتبقى سيكتور باي سيكتور، والسيكتور ده بيبقى متكون من مجموعه من البايتس زي ما هنشوف دلوقتي في الفلاش. ولكن اهم معلومتين لازم تبقى عارفهم في الاي سكوير بي روم، ان الانديورنس بتاعها عالي، وان ان هي بايت اكسس. واهم حاجه برضو بالنسبه لنا ان هي غاليه. طبعا حاجه بتستحمل ان انت تكتب وتقرا فيها 100,000 مره لازم يكون هاي كوست بير بت. احنا قلنا قبل كده يعني ايه كوست بير بت. احنا دايما بنقول الكوست بير البت. ليه؟ لان السايز هيختلف. وبالتالي
احنا نقدر نجيب منها احجام كبيره، ممكن نجيب منها هاي دنستي، تمام؟ وبالتالي احنا ما نقدرش نجيب منها هاي دنستي، هي هاي كوست بير بت، وبالتالي احنا مش هقدر اجيب منها احجام كبيره، لذلك لا تستخدم باحجام كبيره، بنخزن فيها قيم فاريبلز بسيطه، قيم فاريبلز صغيره. هتقولي زي ايه؟ هقول لك مثلا انت عندك باسورد، والباسورد ده انت عايز تحطه في مكان ما يبقاش بيتمسح، هتروح تحطه في الرام؟ لا طبعا. طيب الباسورد ده هتروح تحطه فين؟ هتروح تحطه في الاسكوير بيروم بتاعتك، لو انت مثلا عندك انترنال اسكوير بيروم هتحطه فيها، زي ما هنشوف كمان شويه انواع للاسكوير بيروم، هنتكلم دلوقتي عن انواعها، ولكن انت هتحط الاسكوير بيروم في الاسكوير بيروم دي الباسورد بتاعك اللي هو قيمه صغيره هيكفي، يعني الاسكوير بيروم هتكفيه، ولما تعوز بعد كده مثلا انت عايز تدي اكسس لحد ان هو يخش هتطلب منه الباسورد، وبعد كده تروح تقرا الاسكوير بيروم فتلاقي فعلا هو نفس الباسورد، تقارن ما بينهم وبالتالي تدخل الشخص ده او ما تدخلوش. طيب انواع الاسكوير بيروم بالنسبه لنا حاجتين، اما ان هي هتبقى انترنال او ان هي هتبقى اكسترنال. هو عموما كل الديفايسز اللي احنا هنتعامل معاها هي هتبقى انترنال، يعني جوه المايكرو كنترولر، او اكسترنال بره المايكرو كنترولر. انترنال جوه المايكرو كنترولر ده هيبقى بريفرال بالنسبه لنا، ده احنا هنقدر بقى هنكتب له درايفر بقى وهنسميه بقى ده الدرايفر بتاع الاسكوير بيروم، ده الدرايفر بتاع الاي دي سي، ده الدرايفر بتاع مش عارف مين. يعني مثلا عشان اتخيل الموضوع، احنا بيبقى عندنا جوه المايكرو كنترولر طبعا المايكرو بروسيسور اللي هو السي بي يو. السي بي يو ده بيبقى ليه ماستر على الباص، هنشوف المره الجايه يعني ايه ماستر ويعني ايه سليف على الباص. الماستر على الباص ده ان هو يعني بيأكسس الرينج اوف الادريسيز، هنشوف برده كمان شويه يعني ايه ادريسيز. بيأكسس بقى الباص، الباص ده بيبقى عليه بريفرنس، البريفرنس مثلا زي الجي بي اي او، زي الاي دي سي، زي التايمر. من ضمن الحاجات البريفرنس اللي ممكن تكون موجوده بالنسبه لنا هي الاي سكوير بيروم، الاي سكوير بيروم. وبالتالي كل الحاجات دي ممكن تكون موجوده فين؟ جوه المايكرو كنترولر بتاعنا، تمام؟ اذا المايكرو كنترولر ممكن يكون فيه موجود جواه انترنال سكوير بيروم، وممكن يكون في اكسترنال اسكوير بيروم. اكسترنال اسكوير بيروم يعني ايه؟ يعني احنا بنتعامل معاها من خلال كوميونيكيشن بروتوكول، هي تشيبايه تانيه خالص بره المايكرو كنترولر، تمام؟ التشيبايه دي اهيت دي كده اي سكوير بيروم، بنروح نشتريها لوحدها. المايكرو كنترولر بتاعي مثلا ما فيهوش اي سكوير بيروم انترنال، يعني مثلا لما نتعامل مع الاي في ار ان شاء الله الاتميجا 32 هنلاقي ان جواه اي سكوير بيروم، ولكن لما نيجي نتعامل مع الاس تي ام 32 هنلاقي ما فيش جواه اي سكوير بيروم. طب هم ليه ما حطوش اي سكوير بيروم؟ لان زي ما قلنا من شويه، نربط بقى المعلومات ببعض، ان الاي سكوير بيروم بتاعتنا غاليه، وبالتالي هم مش عايزين يغلوا سعر المايكرو كنترولر بتاعها، وبالتالي هو اداك الاختيار، انت عايز تشتري يا عم اي سكوير بيروم خارجيه وتوصلها بالمايكرو كنترولر براحتك. طب الاي سكوير بيروم اللي هنوصلها بالمايكرو كنترولر بتاعنا ده لو احنا اشتريناها كخارجيه كاكسترنال هنوصلها ازاي؟ هنوصلها عن طريق حاجه اسمها الكوميونيكيشن بروتوكول. طبعا ده احنا هنبقى مخصصين له جزء كبير جدا من الدبلومه بتاعتنا في الاخر ان شاء الله بعد ما ناخد جزء الانترفيس. الكوميونيكيشن بروتوكول احنا هنتعامل مع الاسكوير بيروم بسيريال كوميونيكيشن بروتوكول. سيريال كوميونيكيشن بروتوكول زي مين؟ زي الاي سكوير سي والاس بي اي. وبالتالي بالمناسبه الاس بي اي هو كوميونيكيشن بروتوكول مهم جدا في الحاجات اللي زي دي، دايما بيستخدموه مع اي تشيب خارجيه لان هو بيسموه فريمليس كوميونيكيشن بروتوكول. يعني كوميونيكيشن بروتوكول ما هوش ليه فريم، ما هوش ليه ستارت بت مثلا وستوب بت، انت ممكن تظبط الفريم بتاعه زي ما انت عايز. طبعا جزئيه الفريم يعني ايه فريم ويعني ايه كوميونيكيشن بروتوكول كل ده هنتكلم عنه قدام ان شاء الله. طيب وبالتالي انت هتتعامل مع الاسكوير بروم الخارجيه دي عن طريق كوميونيكيشن بروتوكول ما بينك وما بينها، وان شاء الله هنبقى نتكلم عليه قدام لما ناخد الكوميونيكيشن بروتوكول، وهنبقى نكتب لها ان شاء الله درايفر للاسكوير بيروم الاكسترنال. طيب حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب تاني نوع بالنسبه لنا هو الفلاش. الفلاش هو نوع برضه من انواع الهايبرد. اذا هو فيه الميزتين بتوع الهايبرد، هو ريد اند رايت ونون فولاتايل. اذا انا دلوقتي الفلاش الاسكوير بيروم كان ايه اللي بيميزها؟ كان بيميزها ان هي بتتاكسس باي الالكتريكال، يعني اكسس بتتمسح بالكهرباء، ده برضو موجود في الفلاش. الفلاش انت ممكن تمسحها بالكهرباء، ولكن الفلاش هتبقى اسرع من الاسكوير بيروم، دي اول ميزه للفلاش.
ان هي اسرع من الاسكوير بي روم. هتقول لي اسرع ليه؟ هقول لك لان هي اكسس سيكتور باي سيكتور، بيسموه بلوك اكسس. بلوك يعني سيكتور باي سيكتور. سيكتور باي سيكتور يعني انا هاكسس عدد من البايتس، تمام؟ السيكتور مثلا ممكن يكون من 256 بايت ل 16 كيلو بايت، وبالتالي هي هتبقى اسرع عشان كده. وكمان هي ارخص من اسكوير بي روم لان الانديورنس بتاعها 10000 مره بس. انديورنس 10000، وبالتالي هي لو كوست بير بت. دي كده الخصائص بتاعت الفلاش. هل نقدر نجيب الفلاش باحجام كبيره؟ اه طبعا. ليه؟ لان هي لو كوست بير بت، ممكن تتوصل باحجام كبيره عادي لان انت مش هيفرق معاك الكوست في الحاله دي. طب الريد اند رايت، الانديورنس، الريد اند اريز، ريد اند اريز سايكلز كم مره؟ 10000 مره بس. فاذا هي اقل من الاسكوير بي روم، هي ارخص من الاسكوير بي روم، ولكن هي اسرع من الاسكوير بي روم لان هي سيكتور باي سيكتور. وطبعا كل حاجه بيبقى لها مميزات وبيبقى لها عيوب، هي سيكتور باي سيكتور. ولكن انا دلوقتي كابلكيشن عايز اكتب في حاجه فيها بايت، يعني عايز اكتب اخش اكتب في الفلاش في بايت معين، هل ينفع ان انا اريز البايت ده واكتب عليه قيمه جديده؟ لا، انا لازم اكتب في السيكتور كله على بعضه. اذا الفلاش بالنسبه لي مشكلتها في الحته دي. طبعا اللي هيكمل فيكو وياخد اوتوزار ان شاء الله هيعرف ان الاوتوزار بيتغلب على الحوار ده، ان هو بيبقى عنده لاير كده بتبقى اكنها ايميوليتور، بيميوليت الفلاش على ان هي بايت، على ان هي اسكوير بي روم، بيميوليت الفلاش ان هو اكنه بيتعامل مع الفلاش بايت باي بايت. اليوزر فوق مش شايف الفلاش بتشتغل ازاي، ولكن هو بيبعت لها مثلا تمبريتشر، بتغير هي القيمه بتاعت التمبريتشر اللي مكتوبه مثلا في كذا بايت ورا بعض فيهم دولت، وبتديها اي دي. بيبقى حوار كبير شويه مش لازم نتطرق ليه دلوقتي، ولكن احنا بيبقى بس الفكره كلها ان احنا بيبقى ممكن يبقى عندنا لاير تيميوليت الفلاش از اسكوير بي روم عادي. دي معلومه كده على جنب يعني. طيب اذا المميزات بتاعت الفلاش ان هي سيكتور باي سيكتور، ان الانديورنس بتاعها 10000 مره، ان هي لو كوست بير بت، وبالتالي انت بتقدر تجيبها باحجام كبيره. حتى الان واضح الفرق ما بين الاسكوير بي روم والفلاش، ولا حد عنده مشكله؟ طيب اللي رفع ايده اتفضل. هو دلوقتي الانديورنس يعني انا اكسس 10000 مره بس، يعني 10000 واحد كده خلاص ده اخرها يعني قصدي. اه بالظبط، ده اللايف تايم بتاعها يعني. معلش بعد اذنك يا باشمهندس، معلش هو السيكتور باي سيكتور دي كده ميزه ولا عيب؟ انا مش فاهم برضه. هي ميزه ان هي هتبقى اسرع، لو انت مثلا محتاج ميموري تبقى انت عايز مثلا تشيل كل اللي عليها مره واحده وتكتب من جديد، في الحاله دي الفلاش هتبقى اسرع ولا الاسكوير بي روم؟ طبعا الفلاش، ولكن انا دلوقتي محتاج ميموري في ابلكيشن تاني ان انا هروح اكتب في بايت واحد بس، يبقى مين اللي هيبقى اميز بالنسبه لي؟ اكيد الاسكوير بي روم، لان الفلاش مش هتقدر ان هي تكتب في بايت واحد بس. فبيحلوا المشكله دي في بعض الاركتكتشر زي الاوتوزار مثلا، ان هو بيعمل لك لاير بتيميوليت الفلاش دي از اي سكوير بي روم. هو اللي فوق مش واخد باله اللي تحت شغال ايه، هو ملوش دعوه اصلا. هو ليه دعوه ان هو بيدي له اي دي، يعني اللاير دي بتدي لها اي دي، والاي دي ده بيوصل تحت ان هو البايت الفلانيه، فيروح هو يشيل البايت الفلانيه ويخلي الاي دي يشاور على ادرس حاجه مكان تاني وهكذا، يعني حوار بلاش نخش فيه دلوقتي. ولكن السيكتور باي سيكتور ميزه في حاجه وعيب في حاجه تانيه، فاهمني؟ ماشي، يعني اقدر اقول ان السيكتور باي سيكتور دي بتبقى عيب لما اقص بس غير على بتاعه واحده بس، على بايت واحد بس، على بايت واحده بس بالظبط. ولكن انت دلوقتي راجل عايز تكتب برنامج كامل، تمام؟ وعايز مثلا تشيل البروجرام ده كله على بعضه كده وتكتب مكانه بروجرام جديد، يبقى انت عايز تمسح كل الفلاش وتحط مكانها كلام جديد خالص، تمام؟ يبقى اذا مين اللي هيبقى اسرع بالنسبه لك؟ الفلاش. فلاش. تمام. طيب حد عنده اسئله؟ طيب نكمل كلامنا. الان في رام، الان في رام هي نون فولاتايل ميموري، من اسمها كده هي نون فولاتايل رام، هي رام. طبعا احنا عارفين ان الرام فولاتايل، ولكن الان في رام دي هي نون فولاتايل. ليه؟ لان هي هايبريد. فاذا هي فيها الميزه بتاعت الرام اللي هي ريد اند رايت، وفيها الميزه بتاعت الروم اللي هي نون فولاتايل. طيب الان في رام يا جماعه عموما هي عباره عن اس رام بلس
هي ممكن تكون اس رام بلس باتري، وممكن تكون اس رام معاها اسكوير بي روم، طبعا حجمها صغير الاسكوير بي روم دي، بلس باتري صغيرة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ احنا طبعا عارفين ان الاس رام ده نوع من انواع الرام. الاس رام هي عبارة عن فولاتايل ميموري لوحدها، ولكن انا لو خدت الفولاتايل ميموري دي وحطيت معاها باتري، باك اب باتري، فالباك اب باتري دي اول ما انا هفصل عليها الباور الباتري دي هتشتغل، طبعا هتشتغل لحد ما الباتري تخلص، لحد ما تشطب، تمام؟ ولكن انا كده اكني بخليها روم، انا كده بخليها نون فولاتايل، ولكن هي مش روم، هي رام، وبالتالي هي بيسموها ان في رام، طبعا بتكون اسرع من الروم. طيب الكوست بتاعها غالي، احنا عارفين اصلا ان الاس رام لوحدها هي اصلا غاليه، هي هاي كوست بير بت، وبالتالي الان في رام اللي هي بيزد اون اس رام هتبقى برضو هاي كوست بير بت. طيب الباتري اللي انت بتحطها دي وظيفتها ايه؟ الباتري دي لو احنا مثلا بنتكلم على الحاله الثانيه، الباتري دي بتبقى باتري صغيره، الباتري دي اول ما الباور بيقفل بتيجي هي نقله الداتا اللي موجوده اللي انت حاططها على الاس رام، بيبقى في داتا مهمه ولا في حاجات مش مهمه، فهي بتاخد الحاجات المهمه تحطها على مين؟ تحطها على الاسكوير بي روم قبل ما البطاريه، قبل ما البطاريه تخلص، تمام؟ وساعات مثلا ممكن تبقى انت الباور عندك عالي كده مثلا، اول ما يلاحظ ان الباور بيقل يجي مثلا عند النقطه دي كده وينقل لك كل حاجه، هيلحق هو ينقل لك كل حاجه في فيو ملي سكند. المهم ان احنا بننقل الحاجات المهمه بس على الاسكوير بي روم اللي هي حجمها صغير، تمام؟ فاريبل مهم مثلا، حاجه معينه، تمام؟ الحاجات اللي اتنقلت للاسكوير بي روم دي اول ما نرجع نشغل تاني هترجع ترجعها تاني من الاسكوير بي روم، تحطها في مين؟ تحطها في الرام. ده كده اول حاجه هتعملها اول ما تشتغل تاني، وقبل ما تقفل هترجعها تاني للاسكوير بي روم بقيمها الجديده، وبالتالي القيم الجديده ما تغيرتش. انا دلوقتي حاطط فيها قيمه بعد كده فصلت باور مثلا، يعني من العربيه انا فصلت باور، تمام؟ البطاريه الاساسيه بتاعت العربيه فصلت، ولكن في بطاريه صغيره كده هي اللي دي اللي متوصله بالاس رام، دي اللي هتاخد لي المعلومات المهمه من الاس رام، هتتحط في الاسكوير بي روم. السيستم بتاعي يعني السيستم اون تشيب بتاعت الجزء ده الخاصه بالسيستم ده هي اللي هتاخد المعلومات المهمه من الاس رام تحطها في الاسكوير بي روم طول ما البطاريه الصغيره دي متوصله بيها. طيب وبالتالي انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت ان في رام. طيب في حد المره اللي فاتت سالني على الجزء بتاع الكاش وقلت له فكك من الكاش دلوقتي، اهو الكاش دي بقى جه وقتها هنا. هي الكاش عباره عن اس رام، يعني هي الكاش اصلا عباره عن ستاتيك رام، وهنتكلم بقى عن الكاش بالتفصيل دلوقتي كمان شويه، هنعرف بقى الكاش دي بتتكون من ايه بالظبط، او الكاش دي بتشتغل ازاي، والكاش دي كام ليفل، كل حاجه عن الكاش هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن الان في رام عموما هي اس رام، والكاش هي اس رام، فاهمني؟ فما فيش اي فرق بين الحاجات دي. طيب حد عنده سؤال في انواع الهايبريد؟ معلش بس باشمهندس انا ما فهمتش الفرق بين يعني الاس رام مع البطاريه لوحدها من غير الاي سكوير بي روم، يعني بيشتغل ازاي؟ هتبقى عباره عن بطاريه واس رام، تمام؟ الاس رام متوصله بالبطاريه الاساسيه بتاعتنا، تمام؟ اول ما البطاريه الاساسيه هتفصل هتتوصل بالباتري اللي هي الباك اب باتري، اللي هي بالنسبه لنا البطاريه اللي متوصله مع الاس رام. البطاريه اللي متوصله مع الاس رام دي الباور هيفضل موصل للاس رام ولا لا؟ ايوه هيفضل موصل. طيب واحنا عارفين ان الاس رام هي فولاتايل، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الداتا اللي عليها مش هتطير. ليه؟ لان هي اصلا متوصل بيها باور، الشرط ما عادش موجود، الشرط بتاع ان الداتا تطير ما عادش موجود، ان الباور يتفصل، فالباور كده كده موصل. طب ايه فايده بقى ان يكون في المثال الثاني او في النوع الثاني يكون في اي بي روم؟ اي بي روم دي علشان تشيل الداتا المهمه بس مش اكتر. انا مثلا عندي سيستم كبير، والسيستم ده بيبقى فيه مثلا فاريبل معين، الفاريبل ده انا عايزه كل مره يبقى هو نفس الفاريبل اللي موجود، تمام؟ وعندي مثلا بطاريه صغيره، البطاريه دي ممكن بعد فتره تفصل، فاهمني؟ البطاريه اللي فوق دي مثلا ممكن ما تفصلش بعد فتره، البطاريه اللي تحت دي ممكن بعد فتره مثلا تفصل ما تبقاش موجوده اصلا، تمام؟ وبالتالي انا هبقى عامل حسابي ان قبل ما البطاريه دي تفصل انا هبقى نقلت كل حاجه للاسكوير بي روم. البطاريه دي على فكره ممكن تبقى بتتشحن وتتفرغ عادي، يعني هي بتبقى ممكن تبقى ليثيوم مثلا، فهي بتشحن من البطاريه الاساسيه بتاعت العربيه، ولكن
قبل ما السيستم يفصل البطاريه دي بتبقى شغاله، بعد ما السيستم يفصل بفتره، بعد ما البطاريه الاساسيه تفصل بفتره، تمام؟ واول ما البطاريه دي تبقى شغاله هتنقل كل حاجه مهمه من الاس رام للاس كوير بي روم. بعد فتره يعني بعد مده طويله شويه البطاريه دي ممكن ما تبقاش موجوده، بس الحاجات اللي انا نقلتها لسه موجوده على الاس كوير بي روم. فاهمني؟ تمام، يعني اللي تحت دي عشان توفر الطاقه وبرضه كده. بالظبط، وهي كده كده بتتشحن من البطاريه الاساسيه، انا كل مره بشغل فيها العربيه هتبدا تتشحن من جديد. تمام؟ تمام يا باشمهندس، شكرا. طيب حد عنده اي اسئله تانية؟ جميل جدا. هو الكلام النال ده بيتم عن طريق الكود اللي بكتبه ولا الكلام اللي قلناه فين؟ النقل يعني مثلا لما البطاريه تفصل بنقل الداتا بتاعتي للاي سكيور روم السيستم نفسه ده هو عن اللي طريق بيعمل الكود كده. اللي بكتبه. بيبقى كود مكتوب. هنوقف بقى دلوقتي وناخد بريك كده ربع ساعة إن شاء الله، وهنرجع الساعة 10.